ما الذي يقود هذه الحملات للاستعار ضد المملكة العربية السعودية؟ وما الذي يقود هذه الجماعات والفرق والأحزاب وبعض الدول إلى أن تكون على عداء بين ظاهر لهذه البلاد؟ نحن بحمد الله دستورنا ينص على أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية تحكم بالشريعة، دستورها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل المواد، بل نصت المواد الأساسي للحكم على أن الدولة تتبنى الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. وأنت تنظر إلى هذا البلد مجتمع على ولي أمره وعلماء وعامتهم، فهم يحسدونك على هذه النعمة. اليوم يأتينا دعاة الفتن والضلال الذين يريدون للمملكة العربية السعودية أن تكون مسرح للفوضى والدماء والقتل كما حل بكثير من بلاد المسلمين. اليوم سيقولون عندكم وعندكم مهما يكن، عندنا من المشاكل والذنوب والتقصير ما الله به عليم، وعندنا من الوسائل الشرعية والأمور التي تفوض إلى أهلها ما كفلت الشريعة لنا به عيشا كريما. فإذا عندنا نصوص عظيمة. هذه من أسباب الآن الحسد القائم الآن. أضف إلى ذلك الآن كيد أعداءنا من اليهود والنصارى وغيرهم، الذين ينظرون إلى هذا البلد وما كتب الله جل وعلا له من القوة والتماسك ووحدة الصف واجتماع الكلمة، وهذه البلد الذي في هذه الصحراء القاحلة، ومع ذلك أصبح بحمد الله ومنته وفضله له رأي مؤثر في العالم كله، وموقف المملكة يؤثر في العالم كله. هذه نعمة من الله جل وعلا. فهم أيضا ما يريدون لك هذا الأمر لأنه عدو لك. أضف إلى ذلك عداء الأحزاب التي أصبحت تعلن العداء للمملكة العربية السعودية، لأن هذه الأحزاب نشأت على باطل، وهذه الجماعات كرمتها الدولة وبينت ضلالها، مثل الآن تنظيم القاعدة أو جماعة الإخوان المسلمين.